هنبدأ بقى محاضرتنا النهاردة بمراجعة على الـ OOP كده سريعا. هو أولا الـ OOP فيه أربع كونسبتس أو فيه أربع حاجات رئيسية في الـ Object Oriented Programming. أنت هنا لما بتيجي تتعلم الـ OOP أنت بتتعلم الكونسبت اللي اسمه Object Oriented Programming، بس بتستعمل لغة الجافا عشان تطبق الـ Object Oriented Programming ده. لكن أنت وقت ما هتروح أي انترفيو هو مش هيقول لك مثلا قول لي الـ OOP بتاع الجافا أو الـ OOP بتاع السي بلس بلس أو الـ OOP بتاع لغة تانية السي شارب مثلا. لا، هو بيسألك في الاو بي، لو لقاك فاهم الكونسبت نفسه فهيبقى سهل عليك انك تتعلم اللغة اللي هما بقى ايه شغالين بيها في الشركة. لنفترض ان الشركة اصلا ممكن تكون اخترعت لغة جديدة، فاللغة الجديدة دي هي فيها او بي، فانت لو فاهم او بي هتقدر تستخدم اللغة الجديدة ومش هيكون عندك اي مشاكل. فمهم جدا انك تفهم الكونسبت الرئيسي. فهنا جوه الاو بي اول حاجه كان عندي الانكابسوليشن او مفهوم الداتا هايدنج، وده كنت بحققه عن طريق السيترز والجيترز او عن طريق الكونستراكتور. تاني حاجه عندنا هي البوليمورفيزم، وكان فيها الاوفرلودنج والاوفرلايدنج، واحنا كنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت في الاوفرلودنج على الميثودز اوفرلودنج والكونستراكتور اوفرلودنج، وفي المحاضره دي هنتكلم على الاوفررايدنج. وتالت كونسبت عندنا هو الانهيرتنس او مفهوم الوراثة، وده برضه هنتكلم عليه في المحاضرة دي. واخر مفهوم هنتكلم عنه في المحاضرة دي وهتكون نهاية الـ OOP وهو الابستراكشن، وده بيكون جواه الابستراكت كلاس والانترفيس. يبقى انت ان شاء الله وقت ما تيجي اول ما تخلص المحاضرة دي انت لازم كده يكون معاك نوت وتكتب فيها الملخص بتاع الاربع نقط دول وازاي تقدر توصل لهم وايه الحاجات الرئيسية اللي فيهم، عشان خاطر مفيش أي حاجة في الـ OOP هتخرج بره الأربعة دول، والزيادة طبعا مع الحاجات اللي أنا بقولها لك في النص. نبدأ بأول حاجة بقى وهي الـ Inheritance. هو أولا كده في الـ OOP إحنا كنا اتفقنا إيه؟ كنا اتفقنا بكل بساطة إن إحنا الـ Concept بتاع الـ OOP هو Never Repeat Your Code، اللي هو إحنا مش عايزين نكرر الكود تماما. طب أنت دلوقتي مش عايز تكرر الكود، لو انا عندي بروجكت بالشكل اللي قدامك ده، فالبروجكت ده هو فيه ايه؟ فيه كلاس وومن وهي عندها النيم وعندها الايدج وعندها اي دي، وبعد كده عندي كلاس مان برضو عنده نيم وايدج واي دي، وكلاس بيبي عنده النيم والايدج والاي دي وتوي، وكلاس جيرل عندها النيم وعندها الايدج وعندها الاي دي وعندها اخر حاجه البيست فريند. فهل الأربعة دول كده بيحققوا لي الكونسيبت بتاع الـ OOP اللي هو Never Repeat Your Code؟ وخلي بالك إن هما كلهم في نفس البروجكت، فلا طبعا دول مش بيحققوا لي نفس الكونسيبت. طب إزاي بقى أخليني يعني أحقق بقى الكونسيبت بتاع الـ OOP نفسه؟ إن أنا أولا كده هبدأ أشوف إيه هي الحاجات المتكررة اللي عندي، فلقيت عندي النيم متكرر في الأربعة، والـ Age متكرر، والـ ID متكرر. فانا هاخد كل الحاجات المتكررة دي واشيلها خالص. فاول ما شلتها كلاس وومن بقى فاضي، وكلاس مان بقى فاضي. بالنسبة لكلاس بيبي هو ما بقاش عنده غير التوي، وبالنسبة لكلاس جيرل هو ما بقاش عندها غير ايه؟ غير البيست فريند، لان دي حاجات ما كانتش متكررة. طب لو انا جيت دلوقتي قلت لك استعمل لي كلاس وومن واستعمل لي كلاس مان، فهو مش بديهيا او هي مش حاجة لوجيكال خالص انك تستعمل كلاس فاضي، فعشان كده احنا هنشيل الكلاسز الفاضية دي. طب احنا كده شلنا الكلاسز الفاضية دي، هنبدأ بقى نبدلها بكل بساطة عن طريق كلاس مور جنرال. هو كلاس هيكون جنرال اكتر، الكلاس ده هنسميه ايه؟ هنسميه هيومن. والكلاس بقى اللي اسمه هيومن ده هو اللي هيكون جواه النيم، وهو اللي هيكون جواه الايدج، وهو اللي هيكون جواه الاي دي. طب كده لو انا عملت انستنس من الكلاس اللي اسمه هيومن هقدر استخدم فيه ايه؟ هقدر استخدم النيم، وهقدر استخدم الايدج، وهقدر استخدم الاي دي. طب لو جيت عملت انستنس من كلاس بيبي هقدر استخدم التوي وبس، لان هي ما فيهاش غير التوي. وبعد كده كلاس جيرل مش هقدر استخدم غير ايه؟ غير البيست فريند. طب ازاي بقى اخلي الجيرل كلاس والبيبي كلاس دول يتربطوا بهيومن بحيث ان هما كمان يكون عندهم النيم والايدج والاي دي؟ لان طبيعي جدا ان اي هيومن هو ليه نيم وايدج واي دي، بس البيبي والجيرل ما برضه ليهم نيم وايدج واي دي، بس في اتريبيوتس زياده جايه عليهم. فبكل بساطه احنا بنخلي التو كلاسز دول يورثوا من الهيومن كلاس.
فمجرد ما هيورثوا منه فهم كده هيبقى عندهم الحاجة بتاعتهم، وزيادة على الحاجة اللي عندهم دي هيبقى عندهم كمان الحاجة اللي في مين؟ اللي موجودة هنا في هيومن. فخلينا بقى كده ايه نبدأ نطبق اللي احنا لسه عاملينه ده. فانا هاجي هنا هفتح نت بينز، خلاص بقى ممكن هشيل بقى الستودنت كلاس بتاع الريكاب اللي احنا كنا لسه بنحله في الفيديو اللي فات. فانا حاليا بقيت في المحاضره بتاعتي اهو، او في البروجكت بتاعي اللي اسمه ليكتشر 6. ليكتشر 6 هبدا بقى كده ايه في الباكج بتاعتي نفسها. هعمل ايه؟ هعمل هنا ادي نيو جافا كلاس. الكلاس ده هسميه ايه؟ هسميه هيومن، وده هيكون السوبر كلاس. ايه السوبر كلاس ده؟ ده اللي هو الجنرال كلاس اللي انا هبدا اورث منه. فده كده ايه الهيومن كلاس. فدايما الكلاس الكبير فاحنا بنسميه السوبر كلاس، او بيكون ليه اسم تاني البيرنت كلاس، والاسم التالت ليه بقى بس ده ملوش علاقه قوي بالبرمجه يعني، اللي هو الجنرال كلاس. فده كده الكلاس اللي هو الكبير اللي انا هبدا ايه هورث منه، يعني ده كده البيرنت، ويبقى عندي تشيلدرن ابناء كده ابدا اورث منه. ففي الهيومن ده احنا قلنا هيكون عندي ايه؟ احنا قلنا هيكون عندي هنا ادي برايفت انت ايج، وهيكون عندي هنا برايفت سترينج نيم بس السترينج وذ كابيتال اس، واخر حاجه هيكون عندي هنا برايفت انت اي دي. فده كده كان بالنسبه للهيومن، وابدا اعمل جنريت عادي للسيترز والجيترز. فادي هنا الجيتر اند سيتر، فعلمت عليهم وعملت ايه جنريت. فكده بقى عندي ادي الجيت والست كل الجيترز والسيترز، وده كده الكلاس بتاعي. طب لو جيت دلوقتي عندي هنا في المين وعملت انستنس من الكلاس اللي اسمه هيومن ده، والكلاس اللي اسمه هيومن ده حد دلوقتي اكيد جه في باله سؤال، هو كلاس مان وكلاس وومن راحوا فين؟ هو مش كلاس مان وكلاس وومن كانوا بيشتركوا في نفس الصفات اللي هي الايدج والنيم والاي دي؟ فانا جمعتهم في كلاس واحد وسميته هيومن، يبقى انا برضو لسه كان كلاس هيومن ده هو جامع ما بين الكلاس اللي اسمه مان والكلاس اللي اسمه وومن، وكمان هيبقى هنستخدمه ان احنا ايه نورث منه. فكلاس هيومن ده ممكن مثلا اسمي الاوبجكت بتاعي المره دي مان ايكوال نيو هيومن، طبعا مان ده اسم انت اللي بتختاره يعني، وادي كده نيو هيومن. وهنا بقى مان دوت سيت نيم، او تبدا تسيب بقى الحاجات اللي انت عايزها. فهسيب مثلا النيم مثلا تقول له هنا عاطف، وبعد كده مثلا مان دوت سيت اي حاجه سيت الايدج مثلا 2 وهكذا. طب ممكن تعمل انستنس ثانيه لو انت بقى عايز دلوقتي تستخدم الهيوم الوومن، فهنا هيومن هتسميها ايه؟ هتسميها وومن ايكوال نيو هيومن. وهنا نيو هيومن بقى ايه دلوقتي الاوبجكت بتاعك اللي اسمه وومن ده، فهنا ادي الوومن دوت سيت نيم، وبعد كده السيت نيم هنا مثلا ممكن تبعت له هنا كاندرويدي، وهنا مثلا وومن دوت سيت ايج مثلا هيكون عندها خليها زيرو عادي مفيش مشكله. فانت كده بتعمل انستنس عاديه لحد دلوقتي مفيش حاجه جديده. فخلينا بقى دلوقتي نعمل او نشيل ده كده خلاص احنا مش محتاجينه، نعمل بقى كده ايه كلاس. الكلاس ده هيكون جواه هنا هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه بيبي. وكلاس اللي اسمه بيبي ده احنا اتفقنا ان مش هيكون جواه غير الفيفوريت توي. فادي هنا فيفوريت توي، وبرضه هعمل جنريت للسيترز والجيترز. شوفوا حتى لو هو اتريبيوت واحد بس برضه هيوفر عليا ان انا اقعد اكتب السيترز والجيترز يعني، ففعلا الاوبشن ده رهيب يعني كتر خير اللي عمل. هاجي بقى دلوقتي اعمل انستنس من الكلاس اللي اسمه بيبي. فادي هنا في ليكتشر 6 اهو اللي هو اللي في المين بتاعتي، وادي بيبي هسميه مثلا بي 1 ايكوال نيو بيبي. فهنا بقى بي 1 دوت، فهلاقي عندي ايه؟ هلاقي حاجات الجنرال خلاص، والاقي هنا جيت فيفورت توي، والاقي هنا ست فيفورت توي. بس احنا عارفين ان اي بيبي هو هيكون ليه فيفورت توي بس هيكون ليه النيم والايدج والاي دي، فاحنا محتاجين ان بيبي ده يورث، بيبي ده كده يورث من مين؟ من هيومن. طب ازاي بعمل دي؟ عن طريق البرمجه، عن طريق ان انت بكل بساطه بتيجي بعد اسم الكلاس ده وتكتب كلمه اكستندز.
اكستنس دي اللي هو او هي هتكون حاجه امتداد، يعني بيبي ده هيكون امتداد من، فهي هي نفس الوراثه يعني. هيمتد من مين بقى او هيورث من مين؟ هيورث من هيومن. فكده انت بقى عندك كلاس اسمه بيبي بيورث من مين دلوقتي؟ من هيومن. فخلينا بقى نرجع كده للمين تاني، وادي الانستنس بتاعتي اهي زي ما هي، واكتب دلوقتي b1.set. هلاقي بقى دلوقتي عندي set age، وهلاقي عندي set favorite toy، وset الاي دي، وست النيم. فبقى عندي الحاجه الرئيسيه بتاعتي، وزياده عليها الحاجات اللي انا كنت ورثتها من كلاس تاني اللي هو كان مين؟ كان هيومن. فخليني دلوقتي اعمل مثلا set favorite toy، واقول له مثلا هنا تيدي بير، ومثلا b1.set نيم. فالبيبي هيكون ايه اسمه؟ ايه هيكون اسمه؟ بيبي. وبعد كده هنا b1.set الاي دي مثلا هيكون لسه اول اي دي، فده اي دي 0. فهنا b1.set زي ما انت عايز بقى، هتسيت الايدج مثلا نفترض ان هو هيكون عنده سنه، وتبدا بقى ايه تجد الحاجه زي ما انت عايز عن طريق ان انت ادي هنا b1.get الفيفورت توي، ودي طريقة احنا اتكلمنا عليها. ولو انت مش حابب الطريقة دي كده كده انت عارف مثلا ان set name دي هي بتاخد string وهترجع لك string. فهنا مثلا ممكن تعمل add string returned او ال saved name هيساوي ايه بقى ال saved name ده؟ هيساوي هنا b1.get name. فكده ادي b1.get name، لو انا جيت دخلت على جيت نيم دي فهلاقيها بترجع لي ايه النيم اللي هي كانت سيفته. فطالما هي دلوقتي سيفت النيم يعني كان بالظبط، بفكرك المره الثالثه او الرابعه كمان اهو، كان بي 1 جيت نيم دي جواها كده جواها كلمه بيبي، كانك بالظبط عملت سترينج سيفد نيم ايكوال بيبي، فهي اصلا شايله الفاليو بتاعت بيبي اللي هي جيت نيم. وبعد كده تعمل اس اوت لمين؟ للسيفد نيم. فلو عملت ران دلوقتي هتلاقي هنا طلع لك تيدي بير، وهتلاقي كمان طلع لك بيبي. وهو ده مفهوم الانهيرتنس في الاو بي بكل بساطه، فهو سهل جدا جدا يعني. اتمنى اكون فهمته، ولو برضو لسه في حاجه مش مفهومه يا ريت تعرفني في الكومنتس.